يا رب ديم علينا دايما وعلى وطننا الافراح. النهارده بنفرح يوم الخميس كمان، كلنا فرحنا، شفنا مع بعض الحضور الكبير والمهم في استاد القاهره اللي بيتقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاول للمشروع القومي، المشروع الانساني حياه كريمه. شفنا الدوله كلها حاضره، السيد رئيس مجلس الوزراء، الوزراء موجودين، الاف المواطنين من كل محافظات مصر، من بحري ومن ابلي من سيناء من الصعيد من مطروح، الكل كان موجود، شخصيات عامه موجودين، المؤسسات المصريه ورجال الاعمال اللي ساهموا في هذه المبادره المهمه، واحده من اكبر او هي اكبر المبادرات الانسانيه على مستوى العالم بهذا الحجم، اللي بتستهدف في نفس الوقت ما يقرب من 60 مليون مواطن عشان ترفع عنهم الفقر، تيسر حياتهم، تلبي كل احتياجاتهم، تنمي 4658 قرية، ينفق عليهم 700 مليار جنيه، 700 مليار جنيه عشان تحسن حياة أكتر من نص سكان مصر. ومصر دولة كبيرة وتعدادها كبير ومشاكلها كانت متشعبة ومتراكمة لعقود طويلة، ولكن يتم تحويل هذه المعاناة إلى أمل وإلى نجاح في فترة زمنية قصيرة في تطوير حياة الريف المصري وساكني الريف المصري في أكثر من 4600 قرية، فده شيء عظيم جدا. بنتكلم على بنية تحتية، بنتكلم على تمكين الأسر، بنتكلم على مقرات خدمية وكل ما يحتاجه المواطن من الأمور المتعلقة بالمستندات أو الخدمات الحكومية، كل ده متاح. بنشوف مستشفيات، بنشوف ملاعب للأطفال، بنشوف فرص عمل بتخلق في قرى كانت محرومة، ما كانتش على الخريطة، ما كانش حد بيسمع عنها حاجة. النهاردة بنشوف هذه القرى في مبادرة حياة كريمة وهي بتتطور بالفعل، بيصل لسكانها أو بيحصل سكانها على الحياة الكريمة اللي بالفعل يستحقوها كمواطنين مصريين. بنشكر القيادة السياسية وبنشكر كل عامل وكل فني وكل مهندس وكل رجل أعمال وكل من تبرع لصالح حياة كريمة، لأن بالفعل هم بيحيوا ملايين من البشر بهذه المبادرة الإنسانية القيمة. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة حياة كريمة اللي حضرتك أطلقتها واللي بنحتفل بيها النهاردة أصبحت أشبه ما يكون بمساحة مشتركة بيتجمع عليها كل المصريين. حالة حلوة مصرية، وعشان كده أصبحت المبادرة دي ليها سفراء بيروجوا ليها ويدعموها من كل فئات المجتمع المصري. أنا فخور إن أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر، والحقيقة دي أقل حاجة ممكن نعملها لبلدنا. أهالينا اللي عايشين في القرى وفي الريف يستحقوا حياة كريمة. أنا سعيد إني سفير من سفراء مبادرة حياة كريمة. أنا فخورة إني أكون جزء من مبادرة حياة كريمة لدعم أهالينا في ريف مصر. الحياة مصر يعني على مدار القرون السابقة كان دائماً في كل قرن مشروع ضخم الدولة بتنفذه وبيطلق عليه مشروع القرن، ولكن لما نيجي نبص على مشروع حياة كريمة هو بحق إن إحنا نقدر نقول بكل ثقة إن هذا هو مشروع القرن 21 لمصر. اسمحوا لنا نحكي لكم حكايتنا. البداية كانت في يناير 2019 لما حضرتك وجهت الدعوة بإطلاق مبادرة حياة كريمة. من بعدها توحدت كل الجهود في وسط أهالينا من كل محافظات مصر علشان نحتفل باللي أنجزناه ونتعاهد إننا هنكمل المشوار مع بعض للنهاية. والنهاردة حابين نعلن إننا تلقينا تبرعات ب 5.5 مليار جنيه للمشروع القومي حياة كريمة. وأنا كل فخر أني بساهم ولو بحاجة بسيطة في مبادرة حياة كريمة. مين كان يصدق مئات القرى يطولها التطوير وفي الوقت القصير ده؟ مصر نوت، ومصر دايماً لما تنوي بتعمل معجزات. تحيا مصر يا ريس. الرئيس عبد الفتاح السيسي على وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. شاء
الشعب المصري العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، الحضور الكرام، أقف متحدثاً إليكم اليوم في لحظة يمتزج في نفسي مزيج من السعادة والفخر. كانت التحديات كبيرة، ولكنها أبداً لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على مواجهتها. وما بين مدن جديدة تتسع لكافة المصريين في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطوير للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات. وإنني إذ أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله وبثقتي في قدرات المصريين دولة وشعبا، فإنني أعتبره تدشينا للجمهورية الجديدة، كما أنني أود أن أعبر عن عظيم امتناني للشعب المصري العظيم على كل ما بذله من جهود وما قدمه من تضحيات لنقف اليوم آمنين مطمئنين سعيا للبناء والتطوير والتنمية. إن مصر تدير علاقاتها الخارجية إقليمياً ودولياً بثوابت راسخة ومستقرة، قائمة على الاحترام المتبادل والجنوح للسلام وإعلاء قواعد القانون الدولي، كما أن مصر أيضاً قد أصبحت تمتلك من الأدوات السياسية والقوة العسكرية والاقتصادية ما يعزز من إنفاذ إرادتنا وحماية مقدراتنا. إن المساس بأمن مصر القومي خط أحمر ولا يمكن اجتيازه، شاء من شاء وأبى من أبى. ولدينا في سبيل الحفاظ عليه خيارات متعددة نقررها طبقاً للموقف وطبقاً للظروف. من فضلكم الكلام لكل الناس، لكل المصريين، وأيضاً لكل الأشقاء في أثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعاً، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان. دي كلمة أنا بقولها لكل من يهمه الاستقرار والسلام والتنمية، بعيداً عن أي شكل من أشكال يعني التهديد. قبل ما يحصل أي حاجة لمصر يبقى لازم أنا والجيش نروح عشان حاجة تحصل لمصر، غير كده مفيش.